تبادر الحكومة السودانية إلى الإعلان عن رفع رواتب العاملين في الدولة في خطوة بدأ واضحا أن الهدف منها محاولة امتصاص الغضب الشعبي، لكن هذه الخطوة تترافق مع رغبة الرئيس عمر البشير باختيار الحل الأمني في مواجهة الاحتجاجات المدنية التي تتصاعد يوميا ضد نظامه. خلال اليومين الماضيين قامت الشرطة السودانية بقتل 3 أشخاص بينهم طبيب وطفل بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات. من جهته تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة دعت المتظاهرين إلى التوجه إلى مكان الاعتصام بمستشفى رويال كير شرق العاصمة الخرطوم، معلنين عن تسيير ما سمي بموكب التنحي في كل مدن البلاد. حكومة البشير واجهت دعوات من دول غربية في مجلس الأمن الدولي لاحترام حقوق المتظاهرين والتحقيق في العنف الذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص، من بينها انتقاد السفير البريطاني جوناثان آلن لما وصفه الاستخدام غير المقبول للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن السودانية، ودعوة الولايات المتحدة الدولة السودانية إلى احترام حرية التعبير. فرنسا بدورها طلبت جميع الأطراف بضبط النفس لتهدئة الأوضاع، أما الدولة الروسية فدعت إلى عدم التدخل بشؤون السودان. وأعلن السفير السوداني أن حكومته ملتزمة تماما بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلميا عن آرائهم، إلا أن حقيقة الأوضاع في السودان وبحسب ناشطين هناك تتحدث عن إمعان قوات الأمن السودانية بقمع المحتجين والتنكيل بهم واعتقال عدد كبير من المحتجين المناهضين لحكومة البشير.